انخسفت الأرض وابتلعت ما فوقها من الأشجار والزراعات، وكثرت الزلازل واهتزت الأرض. إشارات وعلامات في سوريا تهدد بقاء الدولة السورية من الأساس، إذ لا تتوقف البيوت عن الاهتزاز والأرض لا تتحمل فوقها أي شيء وتبتلعه مباشرة، لا سيما في منطقة الرقة. ماذا يحدث في سوريا؟ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعمليات انخساف الأرض في محافظة الرقة السورية، إذ تبتلع الأرض ما عليها من أشجار ومزروعات وتصدر أصواتاً غريبة على مرأى ومسمع من العشرات من المزارعين الذين يقفون عاجزين عن فعل أي شيء. بدأت هذه الظاهرة مع الزلزال الضخم الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي، وتسبب بدمار كبير في الدولتين، حيث تأثر نحو 8 مليون سوري بتداعيات الزلزال. كذلك تم الإبلاغ عن نحو 6000 ضحية. وفي تركيا خلف الزلزال المدمر لا يقل عن 50000 ضحية ونحو 214000 مبنى منهار أو آيل للسقوط في 11 مدينة مدمرة بالكامل، وتأثر به نحو 23 مليون تركي. وظهرت تلك الظاهرة أيضا في تركيا، إذ تم رصد شرخ كبير في الأرض بأحد القرى التركية، والذي قسمها إلى قسمين من أولها إلى آخرها، ولوحظ أن هذا الشرخ صحبه خسف في الأرض. والخسف يعني نزول سطح الأرض إلى باطنها، وهو ما تم رصده في قرية ديميركابي التركية، والتي تقع في نطاق ولاية طهاي التي أصابها التدمير بسبب زلزال 6 فبراير الماضي. ووثقت مشاهد مصورة انشقاق أرض القرية إلى جزئين، أحدهما هبط إلى السطح بفارق 3 أمتار. وتسبب هذا الخسف في تداعيات خطيرة بالقرية التركية، إذ انخفضت الأرض 3 أمتار إلى الأسفل، وغاصت البيوت في باطن الأرض بسبب هذا الشق الذي قسم القرية بأكملها. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فكان لابد أن يصاحب التداعيات الخطيرة التي أصابت أهل القرية تداعيات أخرى، إذ أنه لقرب القرية من النهر غمرت المياه بيوت القرية، مكونة بحيرة ومجرى جديد للنهر يمر بين البيوت والمنازل، كما أن المياه أغرقت المتعلقات الشخصية بسكان القرية الذين استيقظوا على أهوال يوم القيامة وعلى غرق منازلهم في باطن الأرض واندفاع المياه إلى بيوتهم. وترتبط ظاهرة الخسف الأرضي بالزلازل بشكل كبير، إذ كشفت دراسة حديثة حللت بيانات الأقمار الصناعية المتعلقة بالعاصمة الإيرانية طهران، أن بعض أنحاء العاصمة طهران تعاني انخسافاً في الأرض بمعدل يصل إلى 25 سنتيمتراً في السنة نتيجة الهزات الأرضية المستمرة، حيث تعد إيران مركزاً للزلازل نتيجة وجودها أعلى الفاصل بين الصفيحتين العربية والإيرانية، وبالتالي أي حركة انضغاطية تحدث بسبب تصادم الصفيحتين تؤثر بشكل كبير على إيران واستمرار الهزات الأرضية. فهل يكون انخساف الأرض في سوريا وتركيا وإيران مؤشراً على شيء ما في هذه المناطق المتجاورة؟ هل أيقظ الزلزال التركي المدمر شبحاً قادم من باطن الأرض يبتلع كل شيء؟